في الأسواق والتقاطعات والشوارع الرئيسية وحتى الفرعية في محافظة ديالى، ينتشر الأطفال بين السيارات والمارة لاستجداء المال من المواطنين بطرق مختلفة. بيع قناني الماء والمناديل ومسح زجاج السيارات أشكال مختلفة لظاهرة تسول الأطفال التي باتت ملفتة للنظر في أغلب شوارع المحافظة. بالفترة الأخيرة ولعدم متابعة هذه الأمور زادت بالزايد، يعني واحد طفل عمره 7-8 سنوات يتسول بالشارع لساعة 10 لساعة 11 يبيع عليك ويبيع مطلق وما شابه ذلك. عدم وجود الرقابة والمتابعة فضلا عن الفقر والعوز أسباب دفعت لانتشار هذه الظاهرة، فيما ألمح بعض سكان المحافظة إلى أن عصابات متخصصة باتت تستغل هذه الظاهرة لمنافع مادية. يعني نوبات أنا أنقهر عليها أريد أعطي فلوس، ونوبات أفكر أكو أحس أكو جهة معينة هي المستفادة، مو هذا الطفل المسكين هو المستفاد. لو أنا على يقين أنه هذا الطفل هو اللي راح يستفاد بالنهاية أعطيه من عيني والله، بس أنا دا أحس إنه هو مجبور، يعني تحس من وجهه من وضعيته من 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 شو اسمه إنه هذا مجبور يوقف بالشارع. المواطنون قالوا إن انتشار الأطفال في شوارع المدينة يعرضهم للخطر في الوقت الذي كان من المفترض وجودهم في مدارس لتلقي العلم. هذول الأطفال يجي شايل وكلين يدق الجامعة يدق الشسمة واقف بالشارع سيارة تدعمه، هذا عوض ما مستقبل يعني يدرس ويداوم وي مثل ما يقول في البلد، هو بالعكس يعتبر آلة على البلد. الإهمال الحكومي وكما هو الحال مع الجوانب ذات الشأن الإنساني التي يعاني منها البلد كان له اليد الطولة في تفاقم هذه الظاهرة وانتشارها. الاتحادية والحكومات المحلية طبعا بعيدة كل البعد عن مصالح الناس وعن مشاكل الناس، وخطر مثل العراق أو بلد مثل العراق عند موارد هائلة وموارد كثيرة ويعتبر من البلدان الغنية، ولكنه مع الأسف نرى في التقاطعات وفي كل المحافظات ظاهرة التسول وخاصة عند الأطفال. التسول يعد من الأمراض الاجتماعية التي لا يخلو شارع منها اليوم في بلد يتقاتل السياسيون فيه على مناصب تتيح لهم نهب ثرواته والحفاظ على مصالحهم الشخصية ومكاسبهم الحزبية.